السيدة مقروس مليكة من الجزائر، عضوة أمينة وطنية للاتحاد النسائي الجزائريات. طبعا أولا يعني صباح الخير وصباح الأنوار لكل الشعب المصري ولكل امرأة يعني مصرية وكل امرأة عربية. اليوم يعني هذا اللقاء هي محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية يعني في مصر، وإحنا في الجزائر يعني المرأة الجزائرية زي المرأة المصرية يعني تناضل وتكافح من أجل حقوقها. فالمرأة الجزائرية مثلا من إبان الاستعمار يعني تعرف بجدارتها وبقوتها وبشجاعتها أمام أخوها الرجل حتى تكون حرة مستقلة مع أخوها الرجل. فالمرأة الجزائرية يعني في دمها دم النضال، وبعد ذلك يعني صارت تطالب بحقوقها. فبعد ذلك طبعا فلذا كرس الدستور الجزائري تسوية حقوق المرأة جانب أخوها الرجل. فطبعا هذا منبعث وطبعا منطلق من مبادئ طبعا الشريعة الإسلامية، الذي يعتبر مصدر قانون الأسرة الجزائرية وقوانين الشؤون العائلية. وصارت بعد ذلك تعديلات فيما يخص يعني حقوق المرأة والقوانين. المحافظة على الأسرة والمحافظة على تقاليدها، طبعا تقاليدها. فحق المرأة يعني التي كانت يعني منهمشة، فالآن صارت يعني المرأة تطالب بحقها، يعني مثلا بعد الطلاق بحق السكن، بحق الحضانة، بحق يعني النفقة. فالحمد لله يعني ايه هتكون يعني ان شاء الله حنشوف يعني لما حندخل على القاعة حنشوف التوصيات هادو، وان شاء الله يعني حنخرج بنتائج يعني بوزيتيف ايجابية.